سعيد امين I'll just say it in Arabic الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اللهم انا نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تحفظ اخواننا في غزه في فلسطين اللهم ابدل خوفهم امنا اللهم اخرجهم من كل اللهم اجعل لهم من كل ديق فرجا اللهم اجعل موتاهم من الشهداء ومن الذين قلت فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اللهم ارحم موتاهم، اللهم واجعل اولادهم فرطا وذخرا لهم عند حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، وعند ابواب الجنه في الذين قلت فيهم والذين صبروا ابتغاء رضوان ربهم، رضوان ربهم واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم قلت فيهم انهم يدخلون جناتك ويدخلون عليهم الملائكه من كل باب ويسلمون عليهم، اللهم اجعلهم وايانا منهم يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم اجمع شملهم، اللهم واغفر لنا ولهم، اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منهم. اللهم احفظنا جميعا وتقبل منا يا رب العالمين ومنهم وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين